قول لي حبايبي يجيبكم شلاف غير ان شاء الله كيش تمام ركزوا على الحدثين حبايبنا. اليوم عندنا حدثين نازل باللعبه يا اساطير اللي هو المتجر الجرو اوكي في يعني كل شيء جروات معلم جرو بجرو كلاب من هون كلاب من هون اشكال مضحكه من هون مثل هذا شوفوا لي هذا شكله معلم راس الهاسكي الشرير هاي يلا شباب صراحه شباب سكريت صراحه كثير حلوه ومضحكه اوكي عندنا هون حدثين يا طيبين مثل ما انتم شايفين عندنا ذا سكن الرئيس تبع تشيبا اللي هو حزمه الجرو الفوضوي يعني المشاكس او فوضوي اي شيء حبيبي والله لا تنسوا بلايك عاد وشير الله يسعدكم شباب واذا مش مشترك انزل اشترك انزل اشترك يا اخي منتظر ما انزل اشترك يلا انزل اشتركت خلاص بتصلك حطيت لايك كل شيء باللوز اوكي الان نقدر ندخل بلش من نعلم ونشوف الاوضاع كيف راح تكون اوكي هون اول شيء شباب راح نشوف الحدث هذا عنا حنشيل هالشيئين معلم نعمل نشيل الصندوقين هذا مثل ما انتم شايفين نعمل اول لفه شباب لان اليوم معلم في عندنا كثير يعني في حدث تحته كمان نشوف مع بعض اوكي متجر الجرو ايه اوكي متجر جرو يعني شباب هذا متجر جرو يعني تبع الجرو يعني راح نجيب منه جرو يعني راح نجيب منه كلاب بيبيات اوكي يلا بدنا نلف اللفه الثانيه شباب نشوف حظنا كيف راح يكون انا ما بعرف يعني طبعا مثل كل مثل 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 يعني مثل كل مره يا شباب بعرف الحظ يلا أوه. يا سلام عليك يا برو هي حلوه هي شباب يا. انا مرات شباب انا خلاص مرات ما لازم افكر كثير اوكي وضع باللوس وضع باللوس لا يا جماعه عن جد اليوم انا عملت شيء مو طبيعي بهذا يعني حظ اليوم عن جد مو طبيعي يا جماعه يهديك ربي عرض الحلقات اوكي هون بتجي هون اوكي طول بالك انا فاهم علي من هي بدي اجرب المظله شباب المظله شباب انا بدي اشوفها ونشوفها مع بعض يا طيبين بس ولكن طولوا بالكم كم لفه جبتوا هذا معلم اول لفه ثاني لفه ثالث لفه ثالث لفه شباب جبت لنا السكن كامل يا اخي هي اول مره بتصير معي في لعبه فري فاير يا اساطير ويلي اوكي تمام شباب اوك بجيب لنا شباب هالسكن اوكي انا حابب رح ارجع على الحدث هذا بس قبل كل شيء شباب رح ندخل نجرب هذا السكن لانه في حذاء وايش يعني حذاء واقنعه غير انتوا علي ليك رح نفتح هذا الحزمه هي رح نفتحها يا شباب او لي 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 حجم التجمع هون فعلا في هون القناعين والمقنعة بيختفي قول لي شوفوا لي الراس شباب يا الله ركزوا لي على الراس حبايبي شوف شكله كيف يا جدك تفرج اه شباب شكله مضحك كثير يعني شيء كثير كثير حلو راح احط يعني الحزمه كمان يعني والله يعني تصميمها حلو الصراحه شباب حتى البنطال اسمه شوف البنطال شباب البنطال والله الصراحة كمان بنطال شباب باللوس الحذاء مش كبير كالعادة اوكي معلم هاي الحزمة هاي ضبطونا اياها يا شباب خلينا نشوف شكلها باللعبة على الخفيف اوكي نشوف شكلها داخل الجيم ومن بعد نجيب نجربها في اشياء ثانية نشوف مع بعض اصبروا شوي اوكي هات نشوف الوضع معلم معلم كلب وما كلب ومعلم مكتوب ورا مكتوب هوت اوكي حلو نايس اوكي حبايبي هي بالنسبه لاول الحزمه هي حبايبي الان رح ننتقل على المتجر بشكل سريع ونشوف الاشياء الموجوده لسه ما خلصنا يا جماعه ندخل على نحن ندخل الان رح ندخل الان شباب ونصمم اوكي طبعا في اقنعه يعني رؤوس جديده شفتوها اوكي انا شباب مثل ما انتم شايفين عندنا هون الحزم هذول اوكي طبعا هي الحزمه الرئيسيه تاعت الشيبا هي يكون شكلها هيك اوكي هون شباب عندنا هون الراس هذا اللي هيك اوكي 100 جوهره اوه عليه التخفيض يعني حقه 500 عليه التخفيض باللوز حلو نايس نعمل له شراء تمام هيك بكون حصلنا عليه بس ولكن انا حاب نجربه مباشره اوكي طولوا بالكم انا هذا يشبه هذا نفسه شايف انه هذا يشبه لا هذا بيختلف بس يختلف الشكل هيك معلم هيك يعني هيك مبتسم كلب مبتسم يا سلام انه مبتسم هنا عملوا التاكيد معلم اوكي جبنا الراس الثاني عندنا هون نفس الشيء شباب كالعاده نحن هدف شباب نجيب هذه المظله حابب اشوف هالمظله كيف راح تكون شكلها لانه هي اول مره بنشوف مع بعض مظله شباب بهذا الشكل فهمتوا علي شنو اوكي خلينا نجيب هذا كمان الحذاء تبعه هذا اوكي ونجيب هذا الشحاته
الا ايوه هون بتجيب هاي بتجي اوه مجانا. حلو 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 اوكي هيك بكون جبنا كل الاشياء المطلوبه الموجوده تمام. وخلونا ندخل يا صراحه صراحه يا شباب يا جماعه ما اعرف شو بداخلكم شوف هذا معنا ركز هذا ياس هذا اسطوري يا جماعه شوف هذا شكله اسطوري هذا كيوت هيك يعني كيوت شكله كيوت معلم هيك بكون صممنا يعني الحزمه اللي مصممينها هن اوكي هون عنا يا جدك شو الحزه معلم اوكي انا عجبتني الصراحه اكثر اوكي خلينا نجي الاول شباب نشوف هذه المظله هاي هي شباب حبيت ادخلكم عليها راح نروح ندخل نجربها الشباب في باتل رويال ندخل نجرب المظله الشباب ونفس الوقت نجرب هذا الشكل الجديد اوكي واخيرا صرنا على متن الطايره يا ستير وخلينا ننزل هيك ول فكرت يا اخي انا فكرت معلم تخربطت يا جدك لازم المظله معلم هي ول افتح نفتحها من هون يا سلام عليك يا جماعة شايفين هذا الكلب هذا الكلب شباب راح يخرب الأب الوضع يا جماعة لأنه هذا الشخص اللي حتبين يعني ما أعرف كيف راح تبين من تحت يا جماعة بس ولكن أكيد مشاكل قول هين في واحد هنا شباب ويلي أوه ما أعرف أجل بيقتني ولا أكتر اصبر شوي شباب خلينا نشوف ويلي 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 ما عندي نسر هو عنده نسر كنا قندرة يلا نجي لهون هذا الوضع تعالوا اي 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 نسلح شوف بس ركزوا على الراس الجديد هذا شباب يلا ما في شيء هون الو بدنا نروح معلم نروح الخطر للامام ان شاء الله ما حدا يشوفنا شوفوا لي الشكل يا شباب شوفوا لي الشكل يلا ايش لهون اوه انفور يا شباب انفور ماكس انا نجيب مع دبر على هذول هاي شوف اذا قتلوني قتل ما قتلوني يا معلم حبيبي والله اوكي ويلي 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 هلا هون وين هذا؟ صدقوني اذا كان هون وين اختفى؟ علقت اللعبة عندي يا شباب علقت اللعبة عندي عم تعلق يلا يا جدك ها مش عارف حابب اشوف هذا يا شباب نبعث له هيك وين راح؟ صوت لغم هذا على يميني ول 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 جي 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 عليكم اوكي والله كان راح يطيرني يا شباب راكب على مين شوف شكلي يلا اوكي ناخذ اللوت شباب وات عنده اوكي عنده هون ناخذ هاي يلا نقرب اللوت هذا خلينا نشوف يا الله يا جماعه شباب بالنسبه للاعبين الحاسوب مهاكي يا شباب عندكم حل للزيرو اللي في بيت شباب لما اللعبه تعلق ما في عندكم شيء حل يا جماعه ترى والله ملينا معلم جربنا كل المحاكيات وما يعني اذا عيب واحد عنده يعني اي فكره بالتعليقات اكتب لنا معلم مريحنا يا جدك المهم حبايبي الله يسعد اياكم يا اساطير هيك بكون تم مقطعنا اليوم يا حلوين ومش راسه بتاعته معنا والحظ كان اسطوري اول مره بتصير معي بفري فاير شباب الشيء اللي شفته معلم جبت السكين معلم يمكن الثاني لفه ولا اول لفه سو شوفوا على خير السلام عليكم.